أعزائي طلبة المرحلة الأولى، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من مادة اللوجيك ديزاين لاب. إن شاء الله في هذه المحاضرة راح نتناول موضوع الأورجيت. مثل ما أخذنا بالمادة النظري المحاضرة الثالثة تحديدا، فالأورجيت هي عبارة عن جمع منطقي لتروث تيبل إلها، راح يكون بهالشكل هذا إذا كان الانبوت إلها 2. فقلنا أيضا أنه أقل انبوت ممكن يكون للاور جيت هو 2، لكن ممكن يكون اكثر 3 4 حسب التطبيق، لكن الاوت بوت دائما يكون 1. فاللوجيك 1 معناته هاي اللي هو يعني 5 فولت، والصفر معناته لو فولتج اللي هو 0 فولت. ممكن نلقى الاور جيت بالتطبيقات الصناعية هذا رمزها، لكن احنا راح نعتمده بمحاضراتنا هذا هو الشكل. حتى ننفذ ونطبق الاور جيت عمليا راح نستخدم هذه الدائرة. هذه الدائرة تحتوي على مجموعة من الدايودات ومقاومة. المفروض احنا قرينا المحاضرة الاولى الخاصة باللوجيك ديزاين لاب وافتهمنا طريقة عمل الدايود. هنا راح يكون بما انه عندنا 2 انبوت راح نستخدم هنا دايودات 2، لكن اذا صارت 3 انبوت راح يصيرن 3 وهكذا، بمعنى انه لكل انبوت انه دايود 1. الاوتبوت من هذه الدايودات راح يكون 1، ونطي الى الاكس اللي هو يمثل لنا الاوتبوت من هذه الجيت. راح نستخدم هنا مقاومة 10 كيلو اوم، الغرض منها هي تقليل التيار الواصل الى الجراوند. طريقة عمل هذه الدائرة بالحقيقة، لان الدايودات راح يشتغلن او راح يعملن عمل المفتاح مثل ما اخذنا بالمحاضرة اللي راحت. للتذكير، الدايود حيشتغل كلوز سويتش مفتاح مغلق اذا كانت فولتية الانود اكبر من فولتية الكاثود، وحيكون مفتاح مفتوح اذا كانت فولتية الانود اقل من فولتية الكاثود، اقل او تساوي طبعا. فاذا جينا هنا اخذنا اول اختيار اللي هي الاي صفر والبي صفر. هذا الاختيار منين جبناه؟ جبناه من الجدول. المفروض الاوتبوت مالتنا راح يطلع لنا صفر، يعني معناته ماكو فولتية. فإذا هنا طبقنا 0 فولت وهنا خلينا 0 فولت، ما راح يتحقق الشرط لهذا الدايود يشتغل بمفتاح مغلق. بالنتيجة راح يصير مفتاح مفتوح اثنيناتهن، وبالنتيجة الفولتية اللي هي الجراوند اللي هي 0 راح تسود على الاوتبوت، ويكون عندي الاوتبوت 0. إذا أخذنا الاحتمال الثاني اللي هو الأي 0 والبي 1، هنا أخلي 0 وهنا أنا أخلي البي 1. فبالنسبة للأي ما راح تتغير عن الحالة السابقة، راح تكون هنا الفولتية 0 وهنا 0، هذا ما راح يكون مفتاح مغلق، يعني راح يبقى مفتوح. وبينما بي راح يكون هنا فولتية 5 وهنا فولتية 0، راح يتحقق الشرط، وبالنتيجة هذا راح يصير مفتاح مغلق، يعني راح يوصل. فالفولتية بي راح تطلع الى الاوتبوت، يعني كأنما هنا راح يصير عندي شورت سيركت، وبالنتيجة قيمة الاكس راح تكون 1. لنفس الحالة اذا بدلنا الاي خليناها 1 والبي خليناها 0، فما راح اشرحها لاختصار. خلنا ناخذ الحالة الاخيرة اللي هي الواحد والواحد. اذا خليت هنا 1 وهنا خليت 1، بمعنى هنا خليت 5 فولت وهنا 5 فولت، هذا راح يكون الفولتية على الانود اكبر من الفولتية على الكاثود. ليش؟ لان الكاثود هو رايح للجراوند، هذا نفس الحالة، الفولتية على الانود اكبر من الفولتية على الكاثود، وبالنتيجة ذني راح يكون المفتاح مغلق، يعني حيوصلن، وراح يطني الاوتبوت مالتي راح يكون 5 فولت، يعني راح تجي منها 5 فولت ومنها 5 فولت، وبالنتيجة القيمة الكلية هي 5 فولت. وبهاي الطريقة قدرت اسوي التروث تيبل واديت عمل الاور جيت. حتى نربط ونشوف عمليا هاي الدائرة مالتنا، راح نستخدم مثل ما قلنا برنامج المالتزم. جبنا هنا 5 فولت هو مصدر فولتية، ربطناه للجراوند، واخذنا منه 2 برانشز، خطين وديناهن الى سويتشات 2. ذن السويتشات شغلهن انه اذا صار كلوز راح يعطيني هنا فولتية، واذا سويته اوبن راح يخلي لي هنا فولتية 0، وهذا ايضا نفس الحالة. جبنا دايودات مثل ما شفنا بالرسمة السابقة، وربطناهن بهالشكل هذا، خلينا المقاومة 10 كيلو اوم،
هنا أنا راح نضيف جزء هذا ما له علاقة بالحقيقة من الدائرة الأورجيت، لكن وظيفته إنه نتحسس الأوتبوت شلون راح يصير. هذا هو ليد LED اللي هو دايود، لكن من يشتغل حيطينا ضوء مثل ما راح نشوف. طبعا هذا الضوء إذا موجود راح يكون هنا لوجيك 1 يعني أدي أوتبوت، وإذا ما موجود راح يكون لوجيك 0. دائما هذا الدايود نربطه بمقاومة 240 اوم، يعني خلينا نقول هذا هو رسم ستاندر. فراح نبدأ نشغل هنا مثل ما راح نشوف بعد شوية. فراح نشوف وراح نلاحظ الاوتبوت شلون راح يصير، وراح نقدر نبني هذا التروث تيبل اللي سويناه قبل شوية. هنا عندنا هوم وورك شباب، نقول if the diodes direction are reversed and battery are of 5 volt replaces the ground. يعني شنو؟ إذا هاي الدايودات قلبنا اتجاههن بالاتجاه الآخر، هسه هن متوجهات على اليمين، أقلبهن أخليهن باتجاه اليسار، وأجي أخلي هنا بمكان هذا الجراوند أجيب بطارية 5 فولت. فالمطلوب من عندك إنه أنت develop يعني تحسب لي the complete truth table، التروث تيبل الكامل لهذه الدائرة الجديدة، وأريدك أيضا تناقش لي هذه النتائج، يعني ليش حصلت هذه النتائج. حتى نبني الدائرة مالتنا باستخدام الملتزم، هذا هو برنامج الملتزم. طبعا برنامج الملتزم موجود بالشير، انا حاولت اجيب نسخة متوفرة، فتقدرون تنزلوه وتفعلوه باستخدام الكراك او السيريال نمبر اللي يجي وياه. هذا هو برنامج الملتزم. اكو نقاط مهمة هي راح تفيدنا مو كل الامور احنا نحتاجها بالحقيقة. عندنا بالبداية هذا هو الفيلد اللي نشتغل عليه اللي نربط الدائرة مالتنا. راح نحتاج فقط هذه المكانات اللي هو منها راح دائما ناخذ السورس والجراوند. فبالدائرة مالتنا اللي شفناها قبل شوية احنا راح نحتاج دي سي باور اللي هو هذا، نحتاج واحد، وراح نحتاج هنا جراوند، جراوند اللي هو هذا. اوكي، هنا نحتاج نضبط الفولتية نسويها 5 فولت. بعد نحتاج مقاومة اللي هي نحتاج 10 كيلو، نحتاج 240، هاي هي 240، والعشرة كيلو ممكن نختارها. هاي 9، هاي 10، هاي 10 كيلو. بعد ما نحتاج كلوز نقول له نحتاج بعد سويتشز. السويتشز هاي هي السويتش، اي واحد بهاي اللستة ما يهم، مجرد هو سويتش نقول له كلوز. اخذنا اثنين. هذا الكي مالته هو اي، نبقي هذا نسوي بي. بعد نحتاج دايودز مالتنا، الدايودات اللي هو مباشرة نروح لهذا الرقم اللي هو 1N4009، نجيب اثنين من عنده. تمام، بعدين حنبدأ نوصل الدائرة مالتنا. مجرد اروح على الكومبوننت، على طرف الكومبوننت راح يتغير المؤشر الى السولدرينج بوينت، وبعدين ابدي احركها بالماوس حتى اخذها للنقطة الثانية بالشكل هذا. وصلنا هاي الثانية، هذا خنفره بمقدار 90 درجة. اوكي، هذا هم نحتاج نفره. هاي نوصلها. هنا راح نحتاج جراوند، ممكن نجيب جراوند جديد
كلوز مثل ما قلنا الجراوند حتى هو اللي يعطينا للاوتبوت. بعدين حنجيب ال LED اللي هو هذا شكله، نجيب الريد او نجيب الجرين او البلو. احنا راح ناخذ الريد حتى يكون واضح. كلوز هذا نوصل الاوتبوت، هذا ايضا وصله للجراوند. هسه نقدر نشغل الدائرة اللي بنيناها، اصبحت جاهزة. عندنا مكان ينشغل منه، اما من هذا السهم الاخضر او من هاي البتن. فخلينا نقول من هنا نشغل. هسه الدائرة اوكي رن، هذا هو علامة الرن، ما صار عندنا اي مشكلة اي ايرور. فراح نجي هسه نسوي الاحتمالات مالتنا باستخدام ذني السويتشات او السويتشز. فحنط 0 و0، الاوتبوت مالتنا حيكون 0. اذا خلينا البي 1 والاي 0، عفوا 0، راح الاوتبوت مالتنا حيكون 1. شلون عرفنا 1؟ اذا تشوفون هاي الاسهم صارت باللون الاحمر. اذا خلينا هنا 1 وهذا هنا 0 استمر مشتغل، واذا خليناه 2 1 استمر هذا مشتغل. الا ما نخلي 2 0، اذا تلاحظون كانما طفى هذا ال LED. وبهاي النتيجة وبهاي الدائرة احنا سوينا الفانكشن مال الاور جيت. وبهذا تنتهي محاضرتنا لهذا الاسبوع. ان شاء الله نكون وفقنا بايصال المادة العلمية لكم. واي سؤال اي شيء مواضح لا تترددون بالتواصل معي او مع معيدين، كل من حسب الدراسة مالته. شكرا لكم، وإن شاء الله نشوفكم بخير وصحة وعافية.